بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمية وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم ولادي في الفارما دي. طبعا الموضوع إن احنا هنشرح المواضيع بتاعتنا أونلاين نتيجة الظروف العزل اللي احنا فيها، في أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمرها علينا جميعا على خير. احنا النهاردة هنتكلم على موضوع بيمسنا جميعا مع الأولد إيج، خصوصا مع الناس اللي هي ما فيش عملية ممارسة رياضة، فيبتدي المفاصل بتاعتهم تتعب، المفاصل في الأولد إيج. فانت كدكتور فبتبص تلاقي يجيلك دراجز اسمه جلوكوز أمين وكوندرويتين سلفين، ده بنستخدمه في عملية التهاب المفاصل. ما هي بقى المفاصل؟ ما هو الكارتلج؟ ما هو الغضاريف؟ كلمة كارتلج أو غضاريف ده أو الغضروف هو نوع من أنواع التيشوز أو من الكونكتيف تيشو اللي احنا عارفينها. طبعا حضراتكم عارفين موقع اليوتيوب، ممكن تخش عليه وتشوف برضو لو عايز معلومات أكتر وعايز شرح بتفصيل أكتر، فخش على اليوتيوب على الموقع بتاعي بروفيسور دكتور خالد حامد المسلمي. وحاجة انت مش فاهمها تواصل معي على الواتس على النمرة اللي قدامك ديت، وان شاء الله هيبقى فيه تواصل بإذن الله. احنا هنا هندرس في الكارتلج الجنرال كاركترز اوف ذا كارتلج، ايه هي الصفات الرئيسية للكارتلج. بنقول ان الكارتلج سبيشاليزد تايب اوف كونكتيف تيشو وذ فيرم ماتريكس. هنا نقطتين احط عليهم خط، سبيشاليزد تايب وفيرم. يعني احنا عرفنا ان الكونكتيف تيشو قبل كده كان نوع من انواع الفور بيزك تيشوز ان اور بودي. ايه هم الاربعه او الاربع تيشوز ان اور بودي؟ اسمع منك كده تمام. رقم 1 ابيثيليال تيشو، رقم 2 كونكتيف تيشو، رقم 3 ماسكولار تيشو، رقم 4 نيرفس تيشو. من الكونكتيف تيشو اتكلمنا على شابتر اللي هو او المحاضره اللي فاتت على الكونكتيف تيشو بروبر، وعرفنا انه يتكون مجموعه من السيلز والفايبرز والماتريكس، ثلاث حاجات سيلز فايبرز ماتريكس. كذلك هنا الكارتلج يتكون من سيلز وفايبرز وماتريكس، لكن هنا الماتريكس بتاعه مش عامل زي الجيلي، يعني انتوا عارفين الجيلي، فهو ده في الكونكتيف تيشو بروبر بتاع المحاضره اللي فاتت. لكن هنا بتاع المحاضره دي بقى مع الكارتلج بنقول عليه فيرم. ايه من كلمه فيرم؟ انه متماسك. اضغط على مناخيرك كده من فوق، ايوه انت ضغطت على مناخيرك، ايوه هو ده الاحساس اللي بنقول عليه فيرم. امسك ودنك كده اضغط عليها ودنك طبقها، ده اللي بنقول عليه فيرم. لكن تعالى هنا بقى على الجبهه بتاعتك على السكال واضغط على السكال، هل بتتطبق معاك او تتحرك معاك؟ نو دي بسميها هارد. وخلي بالك على الكلمه دي هارد، هارد يعني هي هنعرفها في البون، لكن هنا بقول عليه فيرم. يبقى هنا السبيشاليز ده من الكونكت تيشو فيرم. ريزيست تو ميكانيكال ستريس اند فليكسيبل، يعني هو مقاوم لاي احتكاك ميكانيكي مع الحركه، وفي نفس الوقت مرن، يعني انت في مرونه. زي ما انا بقولك لو ضغطت على مناخيرك كده بتتطبق معاك وترجع تاني، لو مسكت ودنك وطبقتها كده فبتبص تلاقيها بتتطبق معاك وبترجع تاني، يبقى هو ده بنقول عليه فليكسيبل يعني مرن. بيتكون من سيلز فايبرز اند ماتريكس، سيلز فايبرز اند ماتريكس. من بره الكونكتيف تيشو محاط بطبقه بسميها بيري كوندريام، زي البيضه كده. البيضه دي اللي قدامك اي بيضه بنبص نلاقيها جواها فيها الصفار وفيها البياض وفيها عليها قشره من بره، القشره من بره دي اللي انا بسميها البيري كوندريام. يبقى البيري كوندريام بيحيط بالكارتليج. في عدة صفات مهمة جدا للكارتلج ومهمة جدا لك كدكتور بعد كده في المستقبل، ان مفيش بلاد فيزلز، مفيش اوعية دموية ولا ليمفاوية ليمفاتيك ولا نيرف فايبر معدية في الكارتلج نفسه. في نفس الوقت الله ما مفيش بلاد فيزل، هياخد الغذاء بتاعه ازاي؟ قال لك بياخد النيوتريشن باي ديفيوجن من خلال الماتريكس من البيريكوندريوم، يعني القشرة اللي بره دي فيها اوعية دموية
جوه اللي هو الاستراكشر بتاع الكارتليج ياخد الاغذيه بتاعه بالارتشاح من الاوعيه الدمويه اللي هي موجوده على السطح الخارجي بتاع الكارتليج. طيب ايه هما بقى السيلز بتاعه الكارتليج؟ بص معايا هنا، هبتدي معاك بالبيريكوندريم. بيري يعني حوله، وكوندريم يعني كارتليج، يبقى نقول الطبقه التي تحيط بالكارتليج. بص معايا هنا، هي دي الطبقه الخارجيه، دي قشره البيضه. القشره هنا تتكون من مجموعه من الالياف اهي، ومجموعه من السيلز موجودين اهي، الاثنين دول مع بعض هي البيريكوندريم. فبقول ان البيريكوندريم يتكون او هو كفرز، بيغطي زي سيرفيس السطح الخارجي بتاع الكارتليج، ما عدا في منطقتين في جسمنا هم ايه؟ ارتكولار كارتليج اوف ذا جوينت. يعني ايه المنطقه اللي هي ارتكولار كارتليج؟ عند المفصل. المفصل بيتكون من عظمه جايه في التقاء عظمه، فالاثنين دول يعني عندك في اللي هي مفصل الرجل الركبه، مفصل الكوع، فبتبص تلاقي في حركه. الحركه ديت لو انا حاطط فيها بيريكوندريم، بيريكوندريم ده عامل زي الليفه خشن، فبنبص نلاقيه تحس بالم او الام، وعشان كده بقول لك ان البيريكوندريم لما بيتاثر لما يبقى موجود في منطقه، او اسف الكارتليج لما بيتاثر مع الاولد ايج بيتحول من ان هو سوفت ولين وهو املس، يتحول الى رف خشن. الرفنس دي تدي الم، فالله سبحانه وتعالى شال الطبقه ديت اللي هي البيريكوندريم اللي هي موجوده عندي هنا، واستبدلها بمنطقه جايه من العظم بتدي نيوتريشن اللي هنعرفها بعدين. لكن هنا المنطقه دي هي البيريكوندريم ده الاقيه مش موجود في الارتيكولار سيرفيس عند الجوينت. البيريكوندريم يتكون من طبقتين، شايف الطبقه الخارجيه دي مشرشره اهي، ده بنسميها اوتر فايبرز لير، والطبقه الداخليه دي بسميها انر سيلولار لير. يبقى اوتر فايبرز لير اللي هي الالياف دي اهي، الخطوط الحمراء ديت، دي بنسميها كولاجين فايبر، انهي نوع؟ تايب 1. طب النقط الزرقاء دي خلايا الفايبروبلاست، وهنا بلاقي فيه بلاد فيزلز اوعيه دمويه موجوده عندي في الطبقه دي. طب الطبقه الداخليه انر سيلولار سيلز اهي، مجموعه من السيلز قاعدين في صف واحد اهي. الخلايا دي اللي هي قاعده في صف واحد بسميها كوندروجينيك سيلز، كوندروجينيك سيلز دي الخلايا اللي هتدي بعد كده خلايا الكارتليج. هنا كوندرو، شوف انا بستخدم بيري كوندريم، كوندريم قلنا كارتليج، هنا كوندرو يعني كارتليج، جينيك الخلايا المولده للكارتليج. تتحول الى كوندروبلاست، كوندروبلاست الخلايا المحفزه لتكوين الكارتليج، يبقى كوندروبلاست. يبقى هنا عندي البيري كوندريم طبقتين، طبقه خارجيه اوتر فايبرز لير تتكون من كولاجين تايب 1، مين اللي بيطلع الكولاجين؟ فايبروبلاست. طب والبلاد فيزلز موجوده. انر سيلولار لير تتكون من كوندروجينيك سيلز اللي هي بروليفيريت ديفرنشيت انتو كوندروبلاست. يبقى ده هو مين؟ البيري كوندريم. طيب ايه الكارتليج ماتريكس؟ الماتريكس ده بقى هو اللي هو موجود في الصوره اللي فاتت، اللي هو بيشغل الحيز ده، الحيز ده اسمه ماتريكس اهو، ده اسمه ايه؟ ماتريكس. الماتريكس ده بنلاقيه بيتكون من ايه؟ هي مجموعه من البروتينات بسميها بروتيو جلوكانز وجلايكوبروتين وشويه فايبرز موجودين، وبيظهر في الصبغه بتاعتي دي بيزوفيليك، يعني دي بيزوفيليك بلون ازرق غامق. وهو بيحتوي على كولاجين فايبر والاستيك فايبرز. نوع الكولاجين اللي موجود هنا تايب 2 في الهايلاين والالاستيك كارتليج، لكن تايب 1 ان فايبرو كارتليج. هسيب النقطه دي وهنرجع عليها تاني بعد ما اشرح انواع الكارتليج. طيب مين بقى السيلز بتاعت الكارتليج؟ هم ثلاثه سيلز، كوندروجينيك وكوندروبلاست وكوندروسايت. قبل ما هبتدي في الكارتليج سيلز، عايز افكرك بقاعده اخذناها في الكونكتيف تيشو واحنا بنتكلم مع بعض، وقلنا اني بلاقي في الكونكتيف تيشو في مجموعه من السيلز نشيطه ومجموعه من السيلز مش نشيطه، نوت اكتف. الاكتف دي بتكون بروتين، كان لها صفات، حد يفكرني ايه الصفات اللي كانت بتكون البروتين؟ برافو عليكي انا سامعك. هو بتقولي ان هي
مليانه اورجانيلز، بس هنا بقول عليها ويل ديفلوبد اورجانيلز، اللي هم مين؟ راف اندوبلازميك ريتيكولم ار اي ار، ريبوزومز، جولجي، ميتوكوندريا، والنيوكليوس تتميز انها تحتوي لي على كروماتين نشط اللي انا بسميه يوكروماتين. ده بيخلي الخليه بالسيتوبلازم بتاعها بيزوفيلك، بيزوفيلك الخليه بتبقى بلون ازرق، والنيوكليوس بيل بيزوفيلك يعني ازرق فاتح. ده اللي هي مين الاكتف. طب نون اكتف اعكس، بدل ما كان الاورجانيلز ويل ديفلوبد، هي موجوده الاورجانيلز لكن نوت ويل ديفلوبد، انها موجوده بس ايه ملمومه على نفسها، شويه ار اي ار، شويه ريبوزومز، شويه ميتوكوندريا، على قدها شغاله على قدها. والنيوكليوس فيها نوع من الكروماتين بسميه هيتيروكروماتين، هيتيروكروماتين هو الكروماتين الغير النشط. طب ده يخليها في الصبغه بتاعتي لونها ايه؟ الاقي ان الخليه السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيلك، والنيوكليوس لون ازرق غامق بسميها دي بيزوفيلك. هنا بقى في الكارتليج سيلز كلهم اكتيف سيلز بس تتفاوت في الاكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني كلهم خلايا فيها ويل ديفلوبد اورجانيلز، لكن كل واحده منها بتعتمد على قوه النشاط او الشغل بتاعها. برضو يعني ايه يا دكتور خالد؟ ما تزعلش مني، ما تتضايقش، ما تتلخبطش، العمليه بسيطه خالص. هم اكتيف سيلز، السيتوبلازم بتاعهم ها بيزوفيلك، برافو. النيوكليوس بيل بيزوفيلك، برافو. طب لما عايز اشوفها بالميكروسكوب الالكتروني يبقى فيها ويل ديفلوبد اورجانيلز، برافو. والنيوكليوس فيها يوكروماتين، ماشي. لكن اقول لك ايه، الكوندروجينيك النشاط فيها شويه قليل عن الكوندروبلاست، فهي السيتوبلازم بيزوفيلك بس البيزوفيليا قليله. الكوندروبلاست كلمه بلاستس شبيهه بالفايبروبلاست اللي موجوده في الكونكتيف تيشو، هناك كان فيها دي بيزوفيلك سيتوبلازم والنيوكليوس بيل بيزوفيلك. طب والكوندروسايتس؟ نفس كلام الكوندروجينيك، الاقي ان السيتوبلازم بتاعها بيزوفيلك بس اقل حده من الكوندروبلاست. ما نتلخبطش، تعالى نعيدهم كده مع بعض. ننزل على اول واحده الكوندروجينيك سيلز، اهي الصف اللي انا ماشي عليه ده. عفوا. كوندروجينيك سيلز اهي جايه منين؟ من الميزنكايمال سيلز. مين الميزنكايمال سيلز؟ احنا قلنا اثناء الديفلوبمنت بعد اتحاد السبرم مع الاوفم بيتكون الزيجوت. الزيجوت الخلايا فيه بتنقسم، بتدي ثلاث انواع من الطبقات، طبقه خارجيه بسميها اكتوديرم، طبقه داخليه في النص اسمها اندوديرم، طبقه ان بتوين بسميها ميزوديرم، وكل واحده منها بتديني اورجانز. مين بقى اللي في النص ده مليانه خلايا؟ اللي هي الميزوديرم مليانه ميزنكايمال سيلز، بتبتدي تديني مجموعه من السيلز، اول واحده منهم اللي هي كوندروجينيك سيلز. موجوده فين؟ اهي في الانر سيلولار لير اوف بيري كوندريم. انر سيلولار لير يعني احنا قلنا كانت البيري كوندريم اوتر فايبرز وانر سيلولار، هي في الانر سيلو. باللايت مايكروسكوب شكلها مغزلي الشكل، سبيندل ان شيب. والنيوكليوس اوفال وممكن تحتوي لي على واحده واثنين نيوكليولاي، يعني ممكن الاقي النيوكليوس فيها اثنين نيوكليولاي. السيتوبلازم بتاعها بيزوفيلك اهو بس لايت يعني ازرق فاتح. بالاي ام فيها الميتوكوندر، فيها الار اي ار، فيها الريبوزومز، فيها الجولجي، بس ايه مش بقوه الخليه اللي جايه بعدها. وظيفتها انها تتحول الى كوندروبلاست ان ذا كارتليج، ولو كانت في البون تتحول لاستروجينيك سيلز. طيب الكوندروبلاست، كوندرو قلنا كارتلج، بلاست يعني الخليه التي تكون الكارتلج. هي فين هنا؟ اهي شايف الخليه دي؟ دي كوندروبلاست. جايه منين الاوريجن؟ من الخليه اللي قبلها، من الميزنكايمال، من الكوندروجينيك سيلز. اللي هي جايه منين؟ من الميزنكايمال سيلز. يعني هي ممكن تيجي مباشره من الميزنكايمال سيلز؟ يس ممكن مباشره. امتى؟ في بعض الظروف زي لو في كسر او في تحفيز للنشاط، فالميزنكايمال سيلز تتحول مباشره الى كوندروبلاست وما تعديش على الكوندروجينيك. طيب ايه الصفات بتاعتها؟ موجوده فين؟ على السيرفيس بتاع الكارتليج في الانر اسبكت اوف بيري كوندريم، تحت البيري كوندريا ما هي. طيب هي باللايت مايكروسكوب النيوكليوس اوفال،
الخلية آسف أوفال أو سبيندل إن شيبد بيضاوية أو مغزلية الشكل. النيوكليوس سنترال وبيل، بيل يعني إيه؟ السيتوبلازم بتاعها أزرق فاتح. والسيتوبلازم البيزوفيليك تحتوي على ميني رايبوزومز، كميه كبيره من الرايبوزومز. فبنشوف هنا السيتوبلازم يبقى لونه ازرق، يبقى هنا ده اللي هي الكوندروبلاست. وظيفتها ايه؟ من اسمها بلاست، هي الخليه التي تكون الماتريكس بتاع الكارتليج اللي هو فيه كولاجين تايب 2. فهي بنسميها كارتليج فورمينج سيلز، كارتليج فورمينج سيلز. خلي بالك من الاكسبريشن ده، اقول لك ديسكرايب ذا كارتليج فورمينج سيلز، هي الكوندروبلاست. cartilage forming cells هي الكوندروبلاست بلاست. طيب تاني خليه او اخر خليه اللي هي بنسميها كوندروسايت، اللي هي بقى دي اللي هي كبرت دي. يبقى عندي الكوندروجينيك اهي تحولت الى كوندروبلاست، اهي تحولت الى كوندروسايت. هنا ايه اللي ملاحظ منها؟ جايه منين؟ جايه من الكوندروبلاست. فكل كوندروسايتس از بريزنت ان لاكينا. بص هنا معايا، ادي الخليه اهي اللي انا بشاور عليها، دي هي الخليه. الاطار الاحمر ده السيل ميمبرين، ده السيتوبلازم، دي النيوكليوس. الله، امال اللي بره ديت؟ ده عباره عن قشره خارجيه موجوده حوالين الخليه اللي انا بسميها كوندروسايت. يبقى هي بسميها موجوده في تجويف، التجويف ده بسميه لاكيونا. لاكيونا يعني تجويف. هي سيل كبيره، النيوكليوس بتاعتها سنترال، و النيوكليوس بتاعتها بروميننت نيوكليولس، يعني بيل بيزوفيليك سيتوبلازم، سوري بيل نيوكليوس يعني بتحتوي على اليوكروماتين. السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك برضه بس بيل عشان في شويه رايبوزومز. خلي بالك معايا، يبقى الكوندروجينيك بيزوفيليك، الكوندروبلاست بيزوفيليك، الكوندروسايت بيزوفيليك، الكوندروجينيك بيل بيزوفيليك، الكوندروسايت بيل بيزوفيليك، الكوندروبلاست ديب بيزوفيليك. لان دي بتحتوي الكوندروبلاست على كميه كبيره من الرايبوزومز، لكن دي بتحتوي على رايبوزومز يس بس اقل من الكوندروبلاست، ودي بتحتوي على رايبوزومز بس اقل من الكوندروبلاست. الخليه ديت ممكن تنقسم اهي، موجوده اهي برضو راوندد، يعني ممكن تبقى اوفال او راوندد، تنقسم وتديني خليتين اهو في نفس التجويف ده. الخليتين دول ينقسموا وتديني اربعه، الاربعه ينقسموا وتديني ثمانيه. لكن كلهم هنا زي ما انت شايف محاطه في تجويف بسميه لاكيونا. طيب وهنا بقى المجموعه دي كلها على بعض عامله زي الباسكت او العش بتاع الطيور اللي بيحتوي لي على البيض بتاع الطيور، فعشان كده بنسميها سيل نست، عش الخلايا. بنلاقي الخلايا محاطه بشبكه اهي او بقشره خارجيه بسميها دي سنست. ايه بقى الفرق بين اللاكيونا والسنست؟ اللاكيونا بتحتوي لي على واحده بس من الكوندروسايت، لكن السنست تحتوي لي على 2 او 4 او 8 من الكوندروسايت. يبقى الخليه ديت بتطلع برضو الكارتليج، بتكون الكولاجين تايب 2 وتكون البروتين بتاع الماتريكس، ممكن تنقسم تديني 2 4 8، ولما تبقى موجوده ان في نفس التجويف بسميها سيل نست. يبقى احنا كده اتكلمنا على الجنرال كاركترز بتاعه الكارتليج، عرفنا الاستراكشر بتاع الكارتليج. تعالى نشوف انواع الكارتليج. انواع الكارتليج هم ثلاثه، هايلاين الاستيك اند فايبرو كارتليج. هايلاين كارتليج من اسمه الغضاريف الزجاجيه، الاستيك من اسمه كده الغضاريف الالاستيه يعني لها عامل زي الاستيك، فايبرو كارتليج الغضاريف التي تتكون من الياف. هم كلهم هنعرف اماكنهم. الهايلاين كارتليج موجود في الاماكن ديت. بص معايا هنا عند الارتيكولار سيرفس، ادي العظمه اهي وادي العظمه اهي، دي اللي انا مشاور عليها، هو ده الارتيكولار كارتليج. يبقى ده ارتيكولار كارتليج از جوينت. حد يقول لي الاسم ده انا يعني سمعته من شويه، قلت لك ناقص حاجه في التكوين، ها فكر معايا. برافو، هنا في المنطقه دي مفيش بيريكوندريم، هنا في المنطقه بتاعه الارتكيوليشن دي نو بيريكوندريم، لكن هلاقي السيلز. طب هتاخد النيتروشن منين؟ من الساينوفيال فلويد. هنا في سائل اسمه سائل المفاصل الساينوفيال، ده هو اللي بيغذي المفاصل دي. هو موجود في الكوستر كارتليج. الكوستر كارتليج عندك القفص الصدري بتاعك اللي هو الضلوع، الضلع ده اسمه ريب،
بيجي يمسك في عظمة في نص صدرك اسمها الاسترنم. بيجي بيمسك ازاي؟ بيمسك بكارتلج. الكارتلج ده بسميه كوستر كارتلج. يبقى الكوستر كارتلج هو الكارتلج الذي يعمل تماسك بين عظمة الصدر الوسطانية اللي هي بنسميها الاسترنم وبين الضلوع اللي هي الريبس. موجودة في ال walls of the upper respiratory passage. انت هنا بصبعك كده امشي على رقبتك، هتبص تلاقي فيه حاجات ناشفة كده، حلقات. الحلقات ديت هي hyaline cartilage، موجودة في ال respiratory passage اللي هي دي بنسميها القصبة الهوائية او التراكية. واحد يفكر ليه ربنا حط لي الكارتليج في المنطقة دي بتاعة القصبة الهوائية؟ لأنك أنت ممكن تستغنى عن الأكل فترة، عن المية فترة، لكن الهواء ما تقدرش تستغنى عنه ثانية واحدة. فلو ربنا ما حطلناش الكارتليج ديت هتلاقي إن القصبة الهوائية تتطبق، فلما تتطبق مش هيخش لك هواء، هيبقى النفس عندك مكتوم. فالله سبحانه وتعالى بيخلي القصبة الهوائية التراكية continuous patent باستمرار مفتوحة بمساعدة الكارتليج الموجود فيها. موجودة في الفيتال سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي بتاع الجنين اللي لسه بيتكون في الرحم. موجودة في الابيفيزيال كارتليج. الابيفيزيال كارتليج هذه العظمة اهي، تمام، هنا في المنطقة دي اللي انا مشاور عليها دي موجودة، اللي هي دي بسميها ابيفيزيال بليت، او المنطقة اللي هي بتساعد على الطول بتاع العظمة بتاعتي. يعني احنا بنبقى اطفال قصيرين، نكبر نطول نطول، مين بيساعد على الطول ده؟ العظم نفسه، لان العظم فيه منطقة بسميها منطقة الطول الابيفيزيال كارتليج. يبقى دي اماكن الهايلاين كارتليج: كوستال كارتليج، وولز اوف ابر ريسبيراتوري باسج، ارتيكولار كارتليج، فيتال سكيلتون، ابيفيزيال كارتليج. ده صورة الهايلاين كارتليج اللي احنا شرحناها قبل كده. طب الاستيك، هضيف عليه الاستيك فايبر، هلاقيه موجود فين؟ بص معايا في الصوره دي، في الاير بينا اهي، دي بسميها اير بينا اللي هي صوان الاذن ده اللي انت مسكتها. موجوده في الوول اوف اكسترنال اوديتوروميتس، القناه الخارجيه بتاعت الاذن اللي هي دي. موجوده في الوولز بتاع قناه ستاكيون او ستوكيان تيوبز اللي هي دي قناه ستاكيوس. قناه ستاكيوس بتعمل توصيل بالاذن الوسطى مع تجويف الانف علشان تعمل تعادل لضغط الهواء من الاذن الوسطى لضغط الهواء ورا، فعشان كده طبله الاذن ما تتطبقش. فهنا في القناه دي قناه ستاكيوس اهي. موجوده في بعض الكارتليج للحنجره في اللارنكس. طيب الفايبرو كارتليج اماكن فين؟ هنا في العمود الفقري، بلاقي بين الفيرتبري وفيرتبري في منطقه بسميها انتر فيرتبرال ديسك. انت سمعت طبعا عن مرض ديسك، يقول لك انا عندي الديسك. الديسك ده لو حصل له تاكل بيحس المريض بالام مبرحه نتيجه ضغط الفيرتبري دي مع الفيرتبري ديت على العصب الخارج ده، فهنا بيحصل فيه ضغط على العصب، فالله سبحانه وتعالى منع الضغط ده بالديسك ده، بالاضافه ان هو بيدي ليونه للحركه، فلما يتحرك الفيرتبري دي مع الفيرتبري دي مع الحركه بتاعتنا ما احسش بالم، يبقى ده بنسميها انتر فيرتبرال ديسك. طيب سيمفيز بيوبس، هنا الحوض بتاعنا، فبلاقي بيلتقي الحوض ده، هما جزئين متشابهين اهو، بسمي المنطقه دي او التقاء الحته ديت اللي هي ديت بسميها سيمفيز بيوبس، ده اللي هو الفايبرو كارتليج. يبقى ايه انواع الكارتليج؟ هايلاين كارتليج وعرفنا مكانه فين، الاستيك كارتليج وعرفنا مكانه فين، والفايبرو كارتليج. يبقى احنا هنا يجي لي سؤال، ازاي هنا ممكن اقول لك ديسكرايب ذا سيلز اوف ذا كارتليج؟ هتتكلم على الكوندروجينيك، تتكون على، تتكلم على الكوندروبلاست، تتكلم على الكوندروسايت، او ديسكرايب ذا كوندروبلاست، تمام، او اقول لك ذا سايتس اوف ذا هايلاين كارتليج، سايتس اوف الاستيك كارتليج، سايتس اوف فايبرو كارتليج. يبقى احنا هنا مع بعض خلصنا الكارتليج، واتمنى لكم التوفيق. طبعا برجع تاني اقول، عايز شرح اكتر، عايز مور داتا اكتر، خش على اليوتيوب. عايز اي استفسار مع الواتس على النمرة السابقة. واشكركم جميعا وتمنياتي لكم بالتوفيق. Thank you very much.